يعني كاين اسباب اللي هي فوق الطاقه ديالنا حنا مثلا، ولكن حنا اللي كيهمنا مثلا وحاجه اخرى مثلا اللي عندها علاقه بالثروه السمكيه اللي هي الاحتباس الحراري نتيجه التغيرات المناخيه، كاين عوامل اللي هي يعني فوق الطاقه والامكانيات الذاتيه ديالنا، لان عندها علاقه بالصناعه، عندها علاقه بالتوجه ديال الانتاج ديال الطاقه على المستوى الدولي، عندها علاقه بواحد المجموعه ديال الاشياء. ولكن حنا كيهمنا اننا نفهموا مزيان سي سعيد مشوشة يعني وضح لنا بما فيه الكفايه، ماشي في هذا اللقاء مي في واحد المحطات كثيره. وفي المناسبه هنا في هذه المساله هذه كنقترح يعني كتوصيه على الغرفه ان الاخوان ديالنا يجيو يديروا لنا لقاء مباشر في الجمعيات ديالنا مباشر، يعني بحال فاميليا بحال عائلي ما بين الاطر. ديك الساعه نستدعيكم ان شاء الله نسقوا مع الغرفه اما السعيد والاطر اللي حاضره معنا مع الرياس باش نزيدوا يعني نعززوا هذه المساله ديال التحسيس هو اللي كيهمنا. فهاد النقطه هذه اللي كيهمني في هذه المسائل ديال النفايات البلاستيكيه وخاصه التلوث البحري هو هذا الشيء اللي عنده علاقه بينا حنا كمهنيين وكبحاره، هذيك الدرجه الاولى. اذا واحد المجموعه ديال التدابير اقترحوها الاخوان منهم الحاج باري السي خالد، وكنا ديجا اقترحناها في شي محطات معينه ديال هذا الشيء ديال يعني سميتو ديك لي بوبيل اللي نديروهم في الباركو، يعني يكونوا بحال شكل برميل ولا كذا يكون عندهم نديروهم. دابا نزيدوا نشدوا في هذه المساله هذه عندهم التشديد يعني في اطار المراقبه، هو اننا مثلا ما يديكلاريشي الحوت تي ينزل مثلا كما قالوا الاخوان مقترحات اللي هي في الحقيقه عمليه وفعاله هذه المساله هذه. كذلك ومثال بما ان هي لاين بي بالحقيقه في الشخص القبطانيه هي شبه غايبه، كل محطه كيسجلوها حتى هي خصها تقوم بالدور ديالها وخصها توفر لنا ديك الحاويات ديال الجمع ديال النفايات. هذه المساله هذه ضروريه. مساله اخرى هو الواد كيعمر نقطه بنقطه. حنا شحال هذه كنا كنهضروا على جرف الرمال الى اخره، وخضنا معركه كبيره وبالغرفه وبالوزاره وبالمهنيين وبالمعهد نجحنا واننا وقفنا ديك النهب ديال الرمال على مستوى الشاطئ ديال المدينه ديال العرائش، واللي كان عنده تاثير كبير على الثروه السمكيه وخاصه يعني تقريبا جميع الانواع البحريه وخاصه الشطون والحوت ديال القاع الصولي الى اخره، واللي بانت النتيجه من بعد نتيجه اللي هي كانت ايجابيه ونتمنى انها تزيد تحسن. فهاد النقطه هذه كما قلت انا الواد كيعمر بنقطه بنقطه، يعني شنو ضروري خصنا نبداو على الاقل عين طالبو مثلا المعاهد والاطر الجامعيه وديال البحث العلمي خصهم دائما ما يأسوش دائما يطيروا التوصيات يعطيو مقترحات، والمجتمع كيتلقى في داك الشيء. مثلا حنا المجتمع المهني خصنا نطالبوا بواحد المساله، هاد الشركات ديال المياه المعدنيه خصنا نبداو نطالبوا على ان الماء المعدني ما خصوش يكون في القرعيه ديال البلاستيك، على الاقل نبداو نطالبوا بها لانه ما عندهم فهمتيني هذيك ثروه وطنيه كيستغلوها الله يجيب لهم التيسير كيعملوا العمليه ديال التصنيع ديال ديك الماء المعدني، ولكن خصو شي من دابا خصنا نبداو نطالبوا، لانه هو الماء المعدني في القرعه ديال في القنينه ديال البلاستيك راه كيأثر على الصحه ديال المواطن. اذا هنا حنا ملي كنقولوا هاد القنينات البلاستيكيه وهاد التلوث هذا البحري ماشي كيأثر علينا على الثروه السمكيه على المهنيه بشكل مباشر، كيأثر على المغاربه كاملين وكيأثر على الانسانيه كامله. ديك الحوت الا كلا اي واحد واخا ما يكونش مغربي راه كيأثر عليه. اذا هنا حنا اللي كيهمنا بالدرجه الاولى هو الصحه ديال الانسان وخاصه الانسان المغربي المواطن المغربي. اذا من هنا خصنا نبداو نطالبوا اولا من الجانب ديالنا خصنا نقوموا بواحد مجموعه الاجراءات، والاداره الوصيه في شخص وزاره الصيد والمتدخلين في الميناء يعاونونا. جانب اخر يعني ما يعني ما نخسروا والو الا بدينا كنطالبوا من دابا شي حوايج اللي خصها في المستقبل تخاد بعين الاعتبار. في واحد مجموعه من النقاط اللي غنطول ما نطرق لها شي، ولكن فقط كان عندنا واحد المطلب قديم ولكن الحمد لله كاين بوادر ديال الخير، هو في المعالجه ديال المياه العادمه. المعالجه ديال المياه العادمه في محطات عديده ربما المهنيين كيتذكروا معنا، كنا كنطالبوا دائما ان المياه العادمه ما خصهاش تكون محطات ديال المعالجه ديالها. دابا حاليا ربما تبعتوا كامل التصريح ديال وزير التجهيز في اطار هذا الشيء ديال يعني المحاربه ديال هذا التغير المناخي وهذا الشيء الجفاف، يعني اعلن على 21 محطه ديال ديسالمون ستاسيون ديال ديسالمون ديال الماء، كذلك واحد حاضر بعض المحاور ريس الطروم. انا اللي كيهمنا حنا كمهنيين والمحور الرابع هو اعاده استعمال المياه العادمه، بمعنى ما عتبقاش تكب هنا غيولي يتم الاستغلال ديالها نظرا للقدره ديال المياه. اذا هذه النقطه هذه خصنا حتى حنا نركزوا عليها كمهنيين، نتلقفوا هذا الاعلان ونتبعوه. هذا اعلان واش يتحقق هذا العام الماجي واش اللي موراه ما نعرف،
وهذا الشيء خصو محطات خصو ميزانيه الى اخره. اذا حتى حنا هذه النقطه كنا ديما كنهضروا عليها، نزيدوا نهضروا عليها ونشدوا فيها. كخلاصه لان كاين بزاف النقاط ما نطرقهمش كاملين، كخلاصه هو انني ما كرهناش نديروا رساله للسيد العامل، انا كنت تمنا ديال 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 الغرفه، ورساله حتى البلديه المجلس البلدي هنايا. علاش؟ لان اولا تكلف جمع النفايات ماشي غير في الغابه، حتى في الشاطئ ديالنا اللي كيدخل فيه الدائره البحريه ديال العرايش. وتحيه بزاف.